اغتيال العقل وصناعة العبودية. تنبأ الفيلسوف الإنجليزي الأمريكي ألدوس هوكسلي في بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي بحدوث ثورة نهائية عظيمة بالطرق التي يستخدمها الأثرياء المستبدون والسلطة الفاسدة التي تدعمهم في صناعة وترسيخ العبودية باعتبارها عملا حميدا. يكرس سلطة الأثرياء والفاسدين هذا العمل الذي يرونه الأثرياء بأنه عمل حميد يكرس سلطة الأثرياء والفاسدين. وقد كتب هوكسلي في موضوع الجحيم الدنيوي ديستوبيا بيّن فيه الكثير من سلوك الطبقات العليا من المجتمع وكيف تعمل من أجل تكريس قوتها وإخضاع المجتمع الأدنى لجبروتها بواسطة التضليل والإعلام الفاسد والإكراه المبطن. هكذا رأى هوكسلي حياة الأولين إرهاب مستمر تحت وطأة التهديد بالقتل والتنكيل. هذا التمثيل الصور المرعب، هذا الجندي الملبس بالحديد يحمل سهما موجه إلى هؤلاء العجائز، هذا الولد أو اليافع مقيد بملزمة خشبية، هذا الولد معلق وتحته لهب. السلطة الهمجية كان الناس فيما مضى من قرون يساقون مكبلين كالبهائم أو يحبسوا بطرق غير إنسانية من أجل إشباع حب ونهم السلطان بالقوة والجبروت وعشقه للاستبداد. وتخيل هوكسلي عن حياة الأولين شكلا مرعبا من أدوات التعذيب. هذا التمثيل الصوري، لاحظوا هذا الإنسان كيف ملقى على ظهره ومقيد من يدين ومن رجلين، وهذا يسحب بالحبل باتجاه معاكس لهذا الشخص حتى يتمزق جسمه ويقطع إربا إربا والدماء تنزف منه ولا أحد يأخذ خاطرا لهذا الوضع. هذه واحدة من آلات تعذيب من يعارض السلطان فيما مضى من زمان. لم تختلف السلطة في الغابر من القرون عما هي عليه الآن، لكن خطابها وأدواتها بالسيطرة وإخضاع البشر لها تغيرت شيئا ما. يقول هوكسلي مستشهدا بما قاله دبليو بيرت حول إخضاع البشر: إذا أردت أن تسيطر على السكان فلا بد أن يكون لديك مقياس من التوافق أو القبول consent. وتنبأ بأن تقنيات الإرهاب وأدوات السيطرة والإخضاع ستتطور مع تطور تقنيات التواصل والإنتاج وتصنع التوافق المرغوب. هنا هذا الشكل إلهاء الناس بالتمتع بالمتع التافهة وإشغالهم بالشهوات والأمور التي تبعدهم عن الجوهر الحقيقي للحياة والعمل الجاد. لاحظوا الإغراء الآن بالطعام والشراب ووسائل التواصل الاجتماعي من تيك توك وتويتر وهنا إنستغرام والخمور المخدرات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الأكل السام، الطعام السام، المشروبات السامة، المخدرات والإعلام الفاسد والمضلل، ثم تهديد مستمر البشر بقوتهم وعملهم. هذا هو التضليل المستمر وهذه هي أدوات السيطرة الجديدة. فهذه التقنيات الآن مملوكة من أصحاب السلطة من الصناعيين والأثرياء تقنيات السيطرة الحديثة وتدمير حياة الأسرة ثم المجتمع. هنا هذه الأسرة المكونة من الأب والأم والطفل الصغير، هنا أمامهم التلفاز. لاحظوا التلفاز الآن يعني يعرض أشياء نحن معك على الهواء مباشرة، أشياء يندلها الجبين، أشياء لها علاقة بالدعارة وانحطاط الأخلاق، لكن الوالد يمسك بهاتفه الجهاز النقال هذا الهاتف المحمول وينظر إلى أشياء، زوجته تنظر إلى أشياء أخرى على هاتفه، وهذا الطفل مسلوب الإرادة. لاحظوا الآن لا يعلم الزوج ما تشاهد زوجته ولا تعلم الزوجة ما يشاهد زوجها، الضحية هي الطفل، هذا هو الطفل المسكين. أدوات تدمير الأسرة والمجتمع وترسيخ العبودية وخلق مجتمع البهائم، هذا هي التقنيات الحديثة في استلاب إرادة الناس بالمجتمعات الحديثة إلا مع رحم ربي. أن آمن هوكسلي إيمانا راسخا بأن نظرية بافلوف اللي هي تبع إيفان بافلوف الذي وضع كلبا وأخذ يعني يطرق الجرس له حتى يحفزه، يعني يريد أن يكتشف ما هو رد فعل الكلب، يعني هنا
فهنا نظرية بابلوف تنطبق بحداثرها على المجتمعات الحديثة والوسائل التي يوظفها المستبدون من كل الأطياف في ضبط إيقاع المجتمع. هذا الآن طبعا ما يسمى بتريد ميل، هذه جهاز الركض هنا، ليس إلا تمثيلا مجازيا عن أنه الآن هذا يلهث وراء وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه نظرية بابلوف، لاحظوا الآن الذكاء الاصطناعي هنا الأخير يستنتج هوكسلي بمقولة مشهورة على لسانه: عليك أن تعشق عبوديتك، you must love your servitude. وهذا الآن نتيجة لوسائل والتقنيات الحديثة، الآن وسائل حديثة بالسيطرة على الناس، منها وسائل التواصل الاجتماعي، الأكل السريع، القراءة السريعة، الكاذب الواهم وما شابه. يستشهد العلماء من بعد هوكسلي بما قاله الكاتب الموسوعي ويليام سارجنت، ويليام سارجنت في كتابه الرائع المعركة من أجل العقل Battle for the Mind، كيف يستخدم المستبدون الجدد الوسائط الجديدة في غسل دماغ البشر في الطبقات الأدنى أو من الطبقات الأدنى من أجل إخضاعهم. هذا الآن كذلك التمثيل الصوري لبابلو في تجربته في العام 1897، كان يمسك بجرس واعتبره بأنه المحفز اللي هو stimulant، وهذا الكلب الآن يلهث وراء الطعام، فكان الكلب يستجيب فقط، يعني حتى لو وإن كان جائعاً لم يطلب ولم يبين بأنه جائع إلا عندما يقرع بابلوف الجرس. وبهذا يعني استنتج نظريته بسم نظرية بابلوف اللي هي conditioning learning أو التعليم المشروط أو المشترط بالحافز، إن كان هناك محفز فهناك استجابة عند هذا الكلب. والآن كثير من السلطات في دول كثيرة تستخدم هذه النظرية بإخضاع الشعوب لإرادتها بواسطة المحفزات والاستجابات. تشمل الوسائط الجديدة أو الوسائل الجديدة حسب نظرية بابلوف الآن الإغراء بالمال والمشاركة الشكلية بالسلطة، إضافة إلى متع الحياة المتعددة. تلجأ السلطة المفسدة إلى إجراء التجارب المتعددة على قوى المجتمع بواسطة المحفزات، ثم دراسة الاستجابات الممكنة لهذه القوى المجتمعية، ثم توضيب الأوضاع وترتيبها على النحو الذي يصب في مصلحة الفئة الحاكمة. طبعا هنا الجرس هو المحفز لهذا الكلب، لكن عندما تتعامل مع بشر مع بني آدمين المحفزات بتكون المال والمشاركة الشكلية بالسلطة، برلمانات مسورة على مثال كما جرى في بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا وهكذا، وإضافة إلى متع الحياة المتعددة. في مجال تقنيات الإرهاب الجديدة هكذا يكون سلوك السلطة في بعض الدول وممارسة الإرهاب ضد مواطنيها من أجل إخضاعهم وترسيخ العبودية. هذا الآن لاحظوا لي أيام الكورونا في كثير من الدول كان يضغط على الشعوب الضغط النفسي بأن هذا الفيروس القاتل انتبهوا، فكانت هناك إغلاقات وكانت شركات الأدوية تبيع الأدوية مقابل أموال باهظة. تعمل هذه التقنيات على ترسيخ العبودية وخلق الأجيال الخانعة التي لا تهتم إلا بالحاجات الجسدية. هذا جزء من سلوك الفئة المستبدة خلال جائحة الكورونا وخاصة في بعض الدول الأفريقية، ودرسنا عنها في فلسفة التنمية. هنا هذا الشكل الآخر، السيطرة بواسطة الترهيب والتخويف intimidation, terrorism and fear, fear management. بالتالي كان الناس يعيشون في خوف عظيم خاصة خلال الجوائح والحروب، وبالتالي كانت السلطة تستغل هذا الخوف وتستغل هذا الترهيب من أجل إخضاع الناس، ليس بالقتل، ليس بالهذا، سوى بالإرهاب النفسي والتخويف والترهيب وما شابه، وهي جزء لا يتجزأ من تقنيات الإرهاب الجديدة. الآن توسيع أدوات الإرهاب، الخطاب الثوري والخطاب الديني. هنا الآن الخطاب الديني، هذا رجل الدين مسلم مسيحي يهودي لا نعلم، استغلال المنابر الدينية في إرهاب وتخويف الناس وإخضاعهم. هنا يقول: إن لم تقم بذلك فالرب سيعاقبك، ستقتل، ستدخل إلى جهنم وهكذا. هذه واحدة من أدوات الإرهاب التي عادة ما تستغلها السلطة في الدول المستبدة، في الدول الضعيفة خاصة الفقيرة، باستغلال أدوات السلطة غير المباشرة، وهي من أدوات الناعمة التي تخضع الناس والإنجليزي كما يقولوا يعني بشكل أو بآخر. هذا الخطاب الثوري الأجوف لكنه خطاب إرهابي، تبعوني كارل ماركس، يشبه كارل ماركس إلى حد ما،
وهي بالدول الشيوعية التي كانت تمارس الإرهاب على شعوبها ودول مستبدة. وبالتالي هاي جزء لا يتجزأ من خطاب الإرهاب الذي كان يمارسه المستبدون في تلك الأيام وما زال يمارسه المستبدون في هذه الأيام. نظام الخطاب ونظرية فيشيل فوكو. هنا الآن لاحظوا بأن يعني هذه عامة الناس لكنهم كالأطفال، وهذا المستبد الكبير يعاملهم اسمعوا وأطيعوا ولا تناقشوا ولا تناقشوا. يقول هوكسلي في آخر مقابل له بأن عالمنا الراهن سيخلو من العواطف باستثناء الخوف والرعب واحتقار الذات والانتصار على الذين لا يملكون أي شكل من أشكال القوة سوى وجودهم. ويستدل قائلا بأن البشر إذا بقوا عبيدا في ظل الخوف فسوف نرى بأن نعل بستان السلطة سيطبع على جبين كل واحد من هؤلاء الخانعين. وحسب مقولة الفيلسوف فريدريك دوغلاس، عندما يصبح العبد عبدا سعيدا فاعلم بأنه تخلى عن كل إنسانيته. أنتهي بهذه المقولة، وإن شاء الله إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى في موضوع آخر عن موضوع فلسفة التنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.